السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في النشرة الرياضية. شاركت اللجنة الأولمبية البحرينية دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني تحت شعار الرياضة بروح الإنسانية، وذلك بتنظيمها سباقا للمشي والجري لمسافة كيلومترين في دائرة المنطقة التابعة لمدينة عيسى الرياضية بالتعاون مع الاتحاد البحريني لألعاب القوى ومثلا بلجنة عدائية البحرين. وقيمت الفعالية برعاية سعادة الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية. هذا وتسعى اللجنة الأولمبية البحرينية لإبراز دور الرياضة في خدمة الإنسانية ودور الرياضيين في دعم الأعمال الخيرية. في المركز أعتقد أن احنا الأول الملتقى دائما ملتقى خير، ملتقى شبابي، ملتقى فيه نجسد مفاهيم الحركة الأولمبية، مفاهيم الرياضة الحقيقية. وأعتقد اليوم أنتم موجودين وشوفوا الأجواء شلون ممتعة وشلون مريحة والكل مستانس الحمد لله. استمتعنا بهذه الفعالية ولو أن هي ما كانت طويلة، لكن كانت معبرة جدا عن الهدف اللي قيمت من أجله، وهو طبعا يعني الشراكة بين الرياضة والإنسانية والعمل الإنساني. وهذه اللي كانت تهدف للجنة الأولمبية. اللجنة الأولمبية كانت تسعى دائما لإبراز دورها خارج نطاق المنافسات الميدانية، ويعني تشارك العالم في كل الاحتفاليات اللي لها علاقة بالسلام وبالإنسانية وبالعمل الخيري.